مقادير الحلا البارد بجوز الهند هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي، وعلى ما تنزل بص انا هعمل ايه، ادي الحليب مقاديرنا على الشاشه، مقاديري بتقول ايه، 3/4 كوبايه من السكر، وممكن نقلله ممكن نزوده على حسب رغبتك، 1.5 كوباية جوز هند ناعم، 2 كبار كاسترد باودر، 6 معالق كبار من النشا، 4 كوبايات من الحليب وفانيليا. الطبقة الأولى آدي كده أهو، هعمل كده الأول، سكر مع الحليب نشا وكاسترد، أدوب على البارد مع جوز الهند، وبعد كده أرفع النار علشان يتقل معايا شوية مع الفانيليا. الطبقة التانية بقى عبارة عن إيه؟ 1/2 كوباية حليب بارد، ولازم يكون بارد، وكوباية كريم شانتيه خام، وممكن أستبدل الحليب بالمية بس أهم حاجة تكون باردة برضو نفس النظام. بصوا كده ادي الحليب مع السكر مع النشا مع الكاسترد والفانيليا، دوبت كده على البارد خالص اهو قبل ما ارفع على النار، واروح نازله معاهم بجوز الهند الناعم، كل ده على البارد اهو، وبعد كده ارفع على النار. الكاسترد مع النشا اكيد هتتقل مع الحليب، تعالوا نرفعها كده على النار، بسم الله، مع التقليب المستمر كده علشان يبقى القوام بتاعها ناعم ومتوسط. طيب في الوقت اللي هو هيبدا يتقل معايا فيه هبدا ان انا اضرب الكريم شانتيه، قلنا 1 كوباية من الكريم شانتيه بحط معاها 1/2 سايل. يعني ايه 1/2 سايل؟ يعني 1/2 سايل ده يا ميه يا حليب، اهم حاجه بالنسبه لي انه يكون متلج، اهم حاجه انه يكون متلج. ادي الكريم شانتيه وادي الحليب، ان هو يبقى كريمي متوسط اهو بيتقل معانا، على ما يبدا يتقل شويه كمان ابدا اضرب الكريم شانتيه مع الحليب المتلج. بسم الله. كده تمام وزي الفل، الناحيه دي بدات اهي تتقل معايا، ما ننساهاش ونروح نعمل اي حاجه تانية، حاجه من جوز الهند. اوكي مش عايزاها تكتل ومش عايزاها تتقل، انا عايزه الخليط يبقى ناعم، ان هو يتصب في الكاسات بطريقه سلسه. شايفين القوام؟ هو كده مش مكتل، ده كده عشان جوز الهند، انا كده مش عايزاه يتقل اكتر من كده بالشكل ده، كده اشيل، بسم الله، شايفين ده كده من جوز الهند، هو كده مكتلش معانا ولا اي حاجه. ابدا ان انا اغرف في كوبايات التقديم بتاعتي، هتلاحظوا ان كوبايات النهارده احنا مستخدمه كل الكوبايات او كل الحاجه اللي انا شغاله بيها اللي هي ما يبقاش فيها مواعين زيادة. ده برضو شكل من أشكال الكوبايات اللي بيتباع عند مستلزمات البلاستيك. مش ببدأ ان انا ازين بكريم شانتيه، عايزة ان انت تملي الكاسة كلها زي ما انت عايز، بس انا بصراحة حابة اللي هو يبقى كده علشان هزين بزر ورد بالشكل ده. زر الورد ده يا جماعه والله بيتاكل، مش تزيين بس، بيتجاب من عند العطار، مش من مكان بعيد يعني.